سبب الكورونا ممكن تترك مناعة دائمة، لأنه الجسم يبلش يشكل بعد أسبوع من الإصابة بالفيروس أجسام مضادة تناسب هذا الفيروس القضاء عليه. بعد القضاء على الفيروس بهذه الأجسام المضادة تبقى كمسجلة بالذاكرة، خلينا نقول المناعية للجسم، فالأجسام المضادة تبقى. اختلف العلماء، بس مدة بقاها ممكن تكون أكثر من سنة. الخيارات المتاحة بالسويد لعلاج مرضى كورونا هي صراحة مختلفة من مريض لمريض. الفيروس بحد ذاته ما في علاج. الفيروس بحد ذاته احنا بنعالج الحالة المرضية اللي سببها الفيروس. فالحالة المرضية تختلف من مريض للآخر، ممكن يصير التهاب رئوي حاد، ممكن الإنسان انه خلينا نقول يخفض هذا الالتهاب بالكورتيزون، مضادات التهابات، بمختلف أدوية. ممكن تطور الحالة لفشل رئوي. الفشل الرئوي نضطر نحط المريض على العناية المشددة وعلى الريسبيراتور، على المنفس. فتختلف طريقة التعامل من المريض للآخر. علاج واضح إلى لحظة الإنفاق، ذكر أكثر من علاج. كلوروكين طلع كثير المضاعفات واستخدموا خلينا نقول فترة من الزمن، جربناه على أكثر من مريض بمختلف مقاطعات خلينا نقول مختلفة، بس أثبت له مضاعفات، والمضاعفات هذه تكون طويلة الأبد، حتى يسبب مشاكل بالمشاكل القلبية، صعب يعني إنه تداركها أو حتى إنه الواحد يسيطر عليها. فلذلك استبعدنا استخدامه. في استخدامات ثانية خلينا نقول مضادات فيروسية لغير فيروسات، يعني كانت تخفف من حالات المرضى، بس بشكل عام يعني لكل مريض خلينا نقول وضعه الخاص. في مرضى تطورت الحالة معهم إلى فشل كلوي، اضطرينا نعمل غسيل. في مرضى لا، حتى من حالة الالتهاب الرئوي الحاد خلينا نقول قدرنا نستعيدهم. في مرضى تطورت الحالة كثير وفقدوا حياتهم للأسف. ف مختلفة من شخص لآخر. بلشنا باستراتيجية خلينا نقول معينة. مسألة انه تعمل اختبار لكل الشعب السويدي كانت هي مسألة صعبة بالوضع الحالي وبداية الأزمة بشهر 3. اللي صار انه بلشنا بالسياسة الدفاعية خلينا نقول. اول شيء نحمي المناطق خلينا نقول اللي تتعرض للتواصل كثير، مثل المستشفيات والبرسونال اللي شغال بالمستشفيات، على اساس ما تسقط منظومه صحيه بالسويد. تمام. فبلش الموضوع كالتالي: فحص كل المرضى اللي يتم تنويمهم بالمستشفيات، والمريض كان يتم تقييمه من قبل طبيب الامراض المعديه المنهار، انه هل هذا في خطر، يتوقع الواحد خطر فيروس كورونا او لا. ولكن بشكل عام فحص الكل. بلشنا بالمرحلة الثانية كمان فحص البرسونال العاملين بالصحة اللي تظهر عليهم اعراض. هلا فحص المواطنين مثل ما قلت لك، الشخص اللي يستدعي تنويمه بالمستشفى كان ينفحص. في كثير ناس تواصلوا مع الفاختخو وبينوا انه عندهم اعراض وقد تكون اعراض فيروس كورونا، ولكن استطاعوا مثل ما تقول ما احتاجوا لعناية صحية او لعناية طبية بالمستشفى. فاللي صار انه هذول بس تم تسجيل، احنا هون بنسجل كل شيء، فاي شخص يتواصل مع الفاختخو ينكتب، الممرضة اللي تحكي معه تكتب انه تواصل معنا بخصوص موضوع كورونا.
بس هذا ما يدخل ضمن القائمة. قائمة المرضى والإصابات هي فقط اللي تم تأكيده بالتحاليل. كمان في شغلة، التحاليل اللي كانت موجودة بكل العالم، خلينا نقول بأخذ خلينا نقول عينة من المخاطية للجيوب الأنفية، نازو فارينكس برو يسموه، تمام، كان 30% منه نسبة خطأ. فكمان الواحد ما فيه كثير يعتمد عليها، ولكن بالمجمل أي شخص تم تنويمه بالمستشفى أو موظف رعاية طبية أو بالقطاع الطبي تعرض لحالة خلينا نقول أعراض رشح أو هاي، كان يتم فحصه بعد يومين من قعدته بالبيت، يعني مو مباشر ينفحص، بس طاب من الأعراض قعد يومين يعملوا له تحليل. المرحلة الثالثة بالتحاليل صفت إنه بلشنا ناخذ عينات من أغلب العاملين بالمستشفيات، أنا عم بحكي على مستوى سورملاند على سبيل المثال، ليشوف في أجسام مضادة أو تعرضوا للفيروس قبل أو لا، وهي كدراسة طبعا ملزمين بها من الصحة العامة، إدارة الصحة العامة، لنشوف هل القطاع الطبي تعرض للفيروس أو لا. وتم أخذ عينات من أغلب العاملين بالنظام الصحي، فتبين هل تعرضوا للفيروس، في أجسام مضادة عندهم أو لا. هاي المرحلة الثالثة. هلأ في مرحلة رابعة، هاي خلينا نقول تجريبية، هاي هون بيبين لك إنه النظام الطبي أو الصحي بالسويد نظام عملي، بحيث إنه يدرس، ونظام علمي يدرس ويختبر. الصحة العامة قررت إنه يكون مقاطعة سورملاند، مقاطعتنا هي المقاطعة خلينا نقول اللي تنحط تحت المجهر، فراح يتم دراسة فئات من المجتمع هون بسورملاند. قالوا إنه راح ناخذ المهم، خلينا نقول الناس اللي عندهم شغل يتواصل مع الناس الثانية، يعني إنه الأعمال المهمة، يعني مثلا الناس اللي عاملين مثلا بالرعاية المنزلية، الناس اللي يشتغلوا بدور العجزة، البرسونال مثلا خلينا نقول بالسوبر ماركات الكبيرة، المدرسين بالمدارس، بالرياض الأطفال، الناس اللي على احتكاك مع مجموعة كبيرة من المجتمع، عاملين بالمطاعم ممكن، وهذا الشيء هنا بيعملوه بشكل شخصي. كل شخص بيتصل بالإلفخ الطفو ويقول لهم أنا شغال بالمكان الفلاني مثلا، وهذا البرسونال نمبر تبعي، وحابب أجري اختبار، فيتم إرسال عينة الاختبار على البيت، أو يقولوا له روح على المستوصف الفلاني سلم تحليل، أو روح على المشفى سلم تحليل. فهذا الشيء راح يصير ليش؟ ليثبت أنه الاستراتيجية السويد لوين وصلت، شو استفدنا من هالوضع اللي صار. سورملاند كمقاطعة خلينا نسميها، أنا أعتبرها سويد مصغرة، لأنه سورملاند فيها يعني جالية كبيرة من عربية، في جالية كبيرة خلينا نقول من دول أوروبا الشرقية، فيها جالية كبيرة من دول آسيا، خلينا نقول إيران وأفغانستان وباكستان، فيها مختلف من مختلف العالم، فهي تعتبر سويد مصغرة، وفيها كمان نسبة كبار بالسن كمان منيح، فلذلك كنموذج لدراسته كان اختيار صحيح. فهذا الشيء راح يبين نتائج، يعني تثبت مثل ما أقول هل إحنا كنا الطريق الصحيح أو لا.
شوف احنا نتعامل مع فيروس نسخة مطورة عن فيروس أكثر من نوع فيروس. تمام. هذه الأنواع تقابلنا معها وعشنا معها وانصاب فيها جزء من المجتمع على مدى عقود. بس هاي النسخة المطورة، ولكن الكفر نفسه، خلينا نقول الشكل العام نفسه. فالسويد عرفت أنه الفيروسات السابقة بغير ظروف ما كان متأمن لها لقاح، وأنه تحولت لفيروسات موسمية. إحنا كورونا E229 عم نشوفه، خلينا نقول بشكل يعني موسمي، في مرضى يجوا وعندهم كورونا E229، ولكن مو مخيف لأنه يعتبر رشحة بسيطة، الإنسان شكل مناعة ضده. كان في ميرس خطير بالسعودية، كان في سارس واحد بالصين، هلأ سارس اثنين هذا وكوفيد 19. فلذلك السويد أخذت السياسة الدفاعية، نحاول نحمي كبار السن والمجموعات الخطر. هل إحنا نجحنا بذلك أو لا، هذا الشيء بده تقييم وبده فترة. فتنا مغامرة، العالم كله وقف يطلع فينا، ما سكرنا شيء، المدارس شغالة، الأطفالنا ما خسروا أي شيء من خلينا نقول دراستهم ونموهم. الاقتصاد العجلة دائرة، ولكن يعني شوية بطء، تأثرت ولكن ما وقفت. في مطاعم، في أسواق، في محلات، كل إنسان كيف حاله بناء على الـ على الـ على الاستراتيجية اللي فينا. أنا بتوقع، وهذا رأيي طبعا الشخصي، السويد بدها تقريبا فترة من الزمن لدراسة هاي الاستراتيجية. راح نطول أتوقع أنا للسنة الجاية لحد ما نوصل لنتائج أنه فعلا إحنا كنا انتصرنا على هالشيء. هلأ مو بس إحنا عم نعمل هيك، العالم كله عم بيطلع فيه، والعالم كله عم بيحاول يدرس الشيء اللي إحنا صار. فهذا الشيء طبعا لسه ما فضت الدول، ما فضيت لنبلش أبحاث ودراسة. إحنا لا، إحنا جماعة صراحة أنا أقول لكم إياها، الأبحاث ما توقفت. ليش؟ لأنه الاستراتيجية تبع السويد أعطت مجال أنه أنت المجتمع ما بيوقف، علماءنا شغالين ويدوروا. مسألت أنه يلاقوا لقاح أو لا، أنا ما بتوقع أنه راح يكون في لقاح. هذا الشيء أنا ما بتوقع. مسألت أنه راح يكون في علاج أو لا، الفيروس عنيد، ما أتوقع أنه نلاقي هلأ، لأنه بدنا فترة للدراسة، بدنا سنين. السويد ما بتخطو خطوات سريعة وخلينا نقول فيها أبحاث هيك مشي حالك، وللدعايات الإعلامية مثل ما يصير بأمريكا، ولكسب انتخابات. لا، هون في علماء وفي سياسيين، السياسي له شغلته، العالم له شغلته. ما طلع رئيس الوزراء وقال أنا بنصحكم بالحجز الفلاني، أو بنصح قال ما بعرف، صحكوا مع المسؤول. كانت سياسة تجنن، وتجنن زلمة مثل ما أنت تفضلت وحكيت عنه مقالاتك، زلمة عرفان شو بيعمل. هلأ الصحة العامة كلياتها مو مختصرة على تيجنل، بس كسياسة ماشية صح. فقدنا ناس، فقدنا أحبابنا، فقدنا ناس غالين علينا، ولكن هالشي قوانا مضعف. هلأ احنا تعدينا وثبتنا على فترة معينة، خلينا نقول على 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 مستوى معين. هلا بلش خلينا نقول احنا بالانحدار بالمنحنى. هلا في اصابات، لكن الاصابات خلينا نقول مو مثل قبل، تشكلت مناعه، في ناس يمكن انصابت وهي ما دريت اساسا بالمجتمع. لذلك الصحه العامه بالسويد قررت انه سورملاند تكون نموذج.
فراح نشوف بالابحاث لوين وصلنا. هلا الشيء اللي بيخوف هو المناسبه صراحه. انا هلا بتوقع انه بعد مناسبه عيد الفطر يعني فينا نصعد شوي مره ثانيه، ولكن راح تكون خلينا نقول خفيفه، ما راح تكون ثقيله. ليش؟ لانه في عالم صار عنده مناعه. لو انه صايره مناسبات كبيره خلينا نقول بشهر 2 وبشهر 3 كان شفنا ارقام كبيره للاصابات. هلا سورملاند وصلت عدد الاصابات تقريبا ل 1700 اصابه المثبته خلينا نقول بالتحاليل. اعداد الوفيات لا يومنا، انت نزلت على لا يومنا، وصلت تقريبا اذا بتساعدني ما اتذكر. واخر شيء اليوم كان في 6 اصابات، 6 اصابات السابقه اللي هي فتره العطله، 6 وفيات، 6 وفيات الله يرحمهم. فهي فتره العطله. نتوقع بكره بعد بكره ممكن تجي ارقام جديده، لانه التسجيل شوي ياخذ وقته. هلا بشكل عام اعداد الناس اللي تعالجت بالانتنسيف وورد وصلت تقريبا حسب ما اتذكر بحدود ال 600 شخص دخلوا وطلعوا، في نسبه وفيات منهم طبعا، في نسبه متعافين كمان، وفي نسبه متعافين. هلا ككل بشكل عام الى الان ما حدا يحسن يقول لك الرقم الصحيح، لانه احنا فتنا بتجربه اللي هي المناعه للكل. كنا مثل ما قلت هلا الصعود بالمنحنى بغير مقاطعات بسرايوتلاند بيوتيبوري دالارنا، وعلى الاغلب هلا بلشوا كمان هن يثبتوا خلينا نقول على مستوى معين. ولكن بسورملاند احنا تجاوزنا الذروه، صار لنا متجاوزينها اكثر من خلينا نقول شهر تقريبا، شهر كامل، شهر على عدد الاصابات على عدد هاي، تثبت انه احنا بخير. شوف هلا الانسان كلياتنا تاثرنا خلينا نقول بموضوع الكورونا بشكل او باخر، حياتنا تاثرت، ولكن نحاول مثل ما تقول نقلل من الخسائر. هلا تقليل الخسائر انا اللي بحكي انه التباعد الاجتماعي لازم نكمل فيه، النصائح العامة راح نكمل فيها أقل شيء يعني لفترة الثلاثة شهور الجاي، ما راح نغير فيها. هلأ الصيف أنه الإنسان يطلع ما بيقعد بالبيت، الإنسان ما يسكر على حاله خلينا نقول ويوقف حياته عند نقطة فيروس كورونا، لا، يطلع هو وعائلته اللي ساكن معها، يطلعوا يشفوا يعملوا خلاص حسب طبعا النصائح تبع الشوية السنة، ويكون ينتبهوا من الحرائق الله يرضى عليهم. فبيطلعوا بيشفوا يرتاحوا ينبسطوا يتمشوا يلعبوا رياضة، هذا بالعكس هاي هذا الشيء يفيد كثير صحيا، مو انه والله يسكر على حاله وخلص انتهى العالم وانتهى الكون، لا تمام. قد يكون اي واحد منا انصاب بفيروس كورونا بوقت ما من شهر 11 العام الماضي لهلا، واساسا ما حس فيه ولا يعرف انه مصاب فيه، تمام. ومو شرط انه الانسان يتخذ الموضوع خلص شمعه يعلق عليها انه انتهى الكون، لا، احنا عايشين واحنا بخير، والناس اللي فقدناهم غالين علينا، ولكن احنا لازم نعيش مشان، تمام. فممارسة الرياضة طلعة، التباعد الاجتماعي إنه الإنسان يبقى ضمن أهل بيته، يحاول يقلل، وإذا التقى بناس ثانية طبعا العادات اللي اكتسبناها هلأ بسبب كورونا، طريقة السلام عن بعد، التباعد متر ونص خلينا نقول، يحاول إنه يحترم صحة الناس ويحمي حاله مثل ما تقول بطريقة محترمة، بطريقة خلينا نقول تعلمناها كلياتنا، ويتقبلها لحد ما تمشي هالجائحة هاي بإذن الله تعالى وتنزل الغمة.
احنا بخير ان شاء الله ولا تقلق. والواحد انه يحاول يمارس هواياته ويمارس الرياضة ويطلع ويشوي هالكبابات بساد بهولم وينبسط بس شو باحترام صحة الناس الثانية باحترام التباعد الاجتماعي.